طب اخد نور. يا نور. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله. لو سمحت عايز اسأل الشيخ، هو سؤال شيخ الازهر كلهم زهقوا منه، بس انا عايزة بس اتأكد عشان الاقوال كتير. قولي. عايزة اعرف بس حكم تنظيف الحواجب. توظيف الايه؟ تنظيف تنظيف الحواجب. الحواجب مش حكم شيلها خالص، تنظيفها بس الشعر الزيادة بس وكده. حاضر، وسؤال شكرا. كمان، ها قولي. لو الشيخ يعرف بس ادعية لتسهيل الزواج وكده. أدعية لتسيير الزواج. حاضر، شكرا يا نور. ياه، حكم تنظيف الحواجب ده، أنا قعدت 16 سنة ما ناخدش غير السؤال ده. اتفضل يا فضيلة الشيخ. طب مش محتاج إجابة. كل مشايخنا وكل أساتذتنا يقولون بأن التنظيف لا شيء فيه ما دام لم تأخذ من أصل الحاجب. أدام ما خدتش من أصل الحاجب لا شيء فيه ولا حرمة فيه. وإحنا أمرنا أن نلتمس الجمال وأن تبحث المرأة عن الجمال وأن تبحث المرأة على أن تكون حسنة في عين زوجها. والإسلام ما قالش للمرأة تكون قبيحة في عين زوجها وبعدين يروح يتجوز عليها تاني ويروح يتركها وينظر إلى ما حرم الله وبعدين نقول ده الإسلام. لا، الإسلام أمرنا أن نبذل كل أمر جميل من أجل الوصول إلى الجمال. فالأخذ من أصل الحاجب هو الحرام، وأما تنظيف الحواجب دون الأخذ من الأصل فهو مباح ولا شيء فيه. ماشي، لو احنا قلنا الكلام ده يمسكوا فينا احنا. ماشي. الأدعية لتيسير الزواج، أنا دايما بقول امشي على 7 جمع، تقرأ ياسين وتصلي على النبي العدنان 100 مرة، وتقرأ سورة مريم وتستغفر 100 مرة، إن شاء الله سيعطيك الله زوجا صالحا. دي وصفة؟ نعم، دي وصفة لجلب الزوج؟ نعم، مش وصفة لجلب الزوج، وصفة. لا، وصفة وصفها لنا مشايخنا فجربها الكثيرون فأتت بخير. قولها لي من أول بقى. تاني اهو، تقرأ ياسين الأول بقى، تستغفر 100 مرة، تستغفر 100 مرة، وتقرأ ياسين، تقرأ سورة ياسين مرة في اليوم ولا مرة في الأسبوع؟ مرة بس، هي في الأسبوع، هو تمام. ليلة الجمعة كمان. وبعدين تصلي على النبي 100 مرة، وبعدين تقرأ سورة مريم، وبعدين تدعو الله بالزوج الصالح الذي يختاره الله لها ويقدره الله لها، وتسأل الله أن يردها باختيارها. الله يا رب، وتبقى وصفة مجربة. طيب، شكرا جزيلا فضلت الشيخ.